زميلة نورهان طمان، معاها المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال لشركة اتصالات مصر الراعي الرسمي للنادي الأهلي. نشوف معانا يعني رئيس تنفيذي لقطاع الاعمال الباشمهندس خالد حجازي للتعليق على كل احداث اليوم وعن كمان الشراكه، وكمان هنتكلم في الجانب التقني شويه والشكل او الشراكه التكنولوجيه تحديدا. برحب بيك معانا يا باشمهندس. اهلا نورهان، اهلا، متشكر جدا على الاستضافه، ويعني يوم جميل علينا كلنا ان شاء الله. باشمهندس، الشراكه الالكترونيه يعني في ناس كتير فاهمه الى حد كبير فكره الرعايه، وفاهمه انه اتصالات يعني هتكسب ايه من النادي الاهلي وليه بترعى النادي الاهلي، طبعا عايزين نتكلم فيه برضه، ولكن خلينا نكون محددين اكتر في فكره الشراكه الالكترونيه. يعني ايه شراكه الكترونيه؟ طيب، لو اخدتوا بالكم النهارده الكابتن الخطيب والمهندس حازم رئيس الشركه ما مضوش ورقه وقلم، هم مضوا بالتوقيع الالكتروني. التوقيع الالكتروني دي خدمه اطلقناها من كام شهر، شركه اتصالات مصر بالشراكه مع شركه فيكست مصر، ان بيبقى فيه هويه الكترونيه للمواطن اللي يقدر يعمل بيها كل الخدمات بتاعته، او هويه الكترونيه للمؤسسه او للكيان تقدر تعمل بيها كل التعاملات بتاعتها، من اول الضرائب للشهادات لكل الكلام ده. اتصالات بتقدم الخدمه دي، اتصالات بتقدم خدمات تكنولوجيه كتيره جدا. النادي الاهلي طبعا كيان عظيم، كيان كبير، لكن برضه هو كيان له افرع كتيره، في فرع مدينه نصر، وفي فرع 6 اكتوبر، وفي فرع التجمع ان شاء الله، وفرع الزمالك. فربط الفروع دي ببعض تكنولوجيا، خدمات الدفع الالكتروني للاعضاء، كل خدمات التحول الرقمي بتقدمها اتصالات للنادي الاهلي، بما فيها مركز التحكم الالكتروني لكل خدمات النادي، زي مركز التحكم اللي احنا قمنا بتنفيذه للعاصمه الاداريه الجديده اللي بيدير كل المرافق الذكيه للعاصمه. فاحنا فخورين ان احنا الشريك التكنولوجي للنادي الاهلي، بنقدم كل الخدمات دي، وان شاء الله زي ما النادي الاهلي رائد افريقيا وعالميا في التطور الرياضي، برضه هو هيبقى رائد افريقيا وعالميا في التطور التكنولوجي ان شاء الله. طيب، اتصالات هتكسب ايه من النادي الاهلي؟ عايزين نوضح ده للناس. هو طبعا ان احنا اتصالات بما انها اكبر شركه في الشرق الاوسط في مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، انها تبقى مقترنه باكبر نادي، اكبر انديه العالم، دي في حد ذاتها مكسب للاتصالات طبعا. الحاجه الثانيه ان زي ما المهندس حازم قال، ان الشراكه مع النادي الاهلي مقترنه مع كمان في نفس الوقت بالصدفه مع تغيير علامه تجاريه للنادي الاهلي لشركه اتصالات، مجموعة اتصالات العالمية إلى إي أند واللون الأحمر، فطبعا في تناسق في الموضوع ده. هل ده كان مقصود؟ لا، ما كانش مقصود، لا ما كانش مقصود، لأن ده التغيير حصل في فبراير على مستوى المجموعة اتصالات العالمية كلها. فطبعا يعني كون إن احنا نبقى شركاء النادي الأهلي في حد ذاتها مكسب. الخدمات اللي هنقدمها للأعضاء إن شاء الله يعني هنتيح للأعضاء خدمات المتطوره بتاعه اتصالات، وده طبعا مكسب للاعضاء ومكسب للاتصالات باذن الله. طيب، حاجه جماهيريه شويه، شكل التيشيرت يعني النهائي، هل زي ما احنا شفناه في الماتشات اللي فاتت ولا هيتغير؟ لا طبعا، التيشيرت بالنسبه للوجو بتاع اتصالات هيفضل زي ما هو، لسه بقيه الرعاه لما يعلنوا بقى هيكتمل الشكل النهائي الفانيلا ان شاء الله. مهندس خالد، يعني انا عايز اقول بس للناس يمكن اللي ما يعرفوش، يعني حضرتك يعني وانت بتتكلم كانت ساعه الباشمهندس، ممكن نقرب الكاميرا على ساعه باشمهندس خالد حجازي، يعني هو عاملها بشعار النادي الاهلي. باشمهندس خالد حجازي اهلاوي يعني قبل ما يكون مسؤول، يعني اعتقد انه فرحتك النهارده مختلفه. طبعا طبعا، مش بس الواحد انتمائه للنادي الاهلي، كمان احترامه لقامات عظيمه زي كابتن محمود الخطيب والساده اعضاء مجلس الاداره، والحقيقه يعني الواحد يشرف بالتعاون معاهم. يعني دبلوماسي، بس انت متعصب انا عارف. لا مش متعصب طبعا، مش متعصب، الحمد لله. بشكرك جدا يا باشمهندس، ونورتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك، متشكر جدا، متشكر جدا. وده كان لقائنا مع المهندس طبعا خالد حجازي، رئيس قطاع الأعمال في اتصالات مصر. بنعود مرة أخرى إلى الاستوديو. شكرا جزيلا يا نورهان. ساعة المهندس خالد حجازي عليها شعار الأهلي يا أستاذ نبيل.